لا الحمد لله، عندنا ثقة إن شاء الله في القضاء وفي شعبنا إن شاء الله، وفي النازية والنازيين ومنظمين وجمعيات إن شاء الله الرحمن الرحيم. تأخرت إن شاء الله الجلسة بثلاثة شهر أربعة إن شاء الله الرحمن الرحيم على واحد الشهيدة، بس تحضر في الجلسة إن شاء الله ويكون يكون إن شاء الله خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم كما تبع الجميع كانت أول جلسة في المرحلة الاستئنافية بالنسبة لملف جنايات اغتصاب القاصر الطفلة سناء اللي ولا معروف الملف ديالها على الصعيد الوطني. طبعا حضر مجموعة ديال الجمعيات اللي حضرت كتآزر الطفلة سناء، حضروا كذلك دفاع المتهمين، ولكن تقريبا أكثر من 25 محامي ومحامية اللي تنصبوا للدفاع عن مصالح الطفلة، اللي اعتبرنا بأن الحكم الجنائي الابتدائي لم يكن منصفا في حقها، لا في الدعوة العمومية ولا في التعويضات ولا في تدابير الحماية ولا أي حاجة، يعني حتى هذيك ظروف التخفيف اللي تم تمتيع المتهمين بها غير مقبولة بتاتا عندما نكون أمام حالة ديال الاغتصاب بشكل بشع من طرف متهمين متعددين بأفعال واغتصاب متكرر، تهديد بالسلاح الأبيض، يعني واحد الوضعية اللي هي مأساوية، وكنلقاو قرار مع الأسف اللي كيشجع الإفلات من العقاب، كيشجع على أن الضحايا ما يبلغوش، يدفعهم لأنهم يلتزموا الصمت حال هذه القرارات. لهذا كنتمناو اليوم الجلسة الأولى استئنافيا تأخر الملف على أساس أن المحكمة غتعتبره جاهز في الأسبوع المقبل الخميس المقبل، كنتمناو أنه يكون منصفا لها الطفلة هذه، وهذه تكون رسالة لكل اللي كيحكموا الملفات في جميع مدن المملكة على أخذ بعين الاعتبار وضعية الضحايا، وخاصة أن يكونوا نساء وأطفال ضحايا الاغتصاب، نساء وأطفال خاص القضاة يكون عندهم واحد الاعتبار ويأخذوا الملف بحساسية كبيرة، لأن هاد الضحايا ماشي هما ضحايا في جرائم أخرى، جرائم عادية، ضحايا الاعتداءات الجنسية كتكون وضعيتهم النفسية والاجتماعية متدهورة، وبالتالي القاضي خصو يستحضر هاد الشيء وتكون العقوبة متشددة ويكون الحماية ويكون التعويض في المستوى لإنصاف الضحايا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.